بسم الله الرحمن الرحيم. أنا نهى بن الشيخ أحمد، مترشحة كرئيس قائمة عن حركة النهضة، عمري 32 عام، متحصلة على شهادة في الهندسة وماجستير في الأنظمة الذكية والمتصلة. قائمتي شبابية طموحة، معدل العمر فيها 35 سنة، باش نغير في بلديتي من خلال استرجاع ثقة المواطن وتشريكه في اتخاذ القرارات والسلطة التنفيذية، باش نصلحوا زادة في المعاملات مع المواطن، وذلك بإحداث موقع إلكتروني سيت ويب البلدية متاع المساعدين، يلقى فيها المواطن المطالب أنا حاجته بها كما رخصة بناء، ويلقى فيها زادة ينجم من خلالها يتبع وين وصلت المطالب متاعه. هكا المواطن ما يقعدش يمشي ويجي على البلدية برشا. ركزنا في برنامجنا زادة مش نعملو على مش نعملو أبليكاسيون تراقب أوقات نظموا بها أوقات رفع الفضلات والتنوير العمومي، وما ننساوش باش نركزوا على الكياسات متاع المساعدين، وبنو نقولوا زادة بمشاركة المواطن نجموا نحقوا العدالة بين في بعض المشاريع بين الأحياء.